الأسئلة اللي وصلت من قبل لا ما أكيد رح نطرحها هلأ مباشرة على الهواء، وكل اللي حابين يتصلوا فيها أيضا هي جاهزة وباستوديو. وشوفي لما، صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، نعاد على الجميع يا رب. يا رب وعليكي. اليوم أسئلة كتير، اليوم أسئلة وفي أسئلة واصلة وفي تليفوناتكم، يعني اللي بحب يتصل فيي أهلا وسهلا فيه. وهون بدي أقول كلمة صغيرة، أنه صابرينا كانت جاية على لبنان، أول صابرينا وصار معها إشكال، تأخرت ما بعرف شو، طيران ما طيران. صابرينا نحن ناطرينك، والمحاولة بتنعاد إن شاء الله، ونشوفك معنا هون باستديو إن شاء الله. إيه كلنا حابين نتعرف عليها شي. أكيد إن شاء الله مباشرة باستديو. رح أبدأ معك مع أول سؤال، وفي صورة عليه. أوكي. عم بتقول بهمني أخذ رأيك، شو لازم حط أكسسوار لهيدول التياب اللي رح نشوف هلأ صورتهم؟ يلا رح نشوف الصورة. هلأ أكسسوار، اول شيء ديفينتلي لانه في بطن ما فينا نلبس زنار، والزنار هو اكسسوار مهم بالتياب. لبستي الاكسسوار بده يكون اجمالا عقد من هول الطوال. ليش؟ لانه وقت الواحد بيكون عنده صدر ملان حلو بيقدر يحمل انه يحط قطعه طويله وكبيره. دونك اذا لبسنا هيدا العقد الطويل بيكون كتير ظابط عيلي لابسينه. هلا القطعه بلا كعب او بكعب كمان اجين فينا نقول انه اذا لبسنا كعب بيعطي مشقه، يعني بتبين كمان انحف. هلا في شيء من الصوره، مع انك منك واقفه بطريقه مزبوط، انا كنت برمت الالوان. انا بتصور انت انفيرتد تراينجل، يعني عندك كتفات عراض، صدر ملين، واجريك رفع، يعني مع الاسود بين اجريك كثير ارفع، بينتي من فوق عرض. لو كنت لابسه من فوق اسود ومن تحت الاصفر كنت كمان اكثر تو يور ادفانتج. فلازم تعرفي انه عندك بمنطقه البطن في عنا اوفر ويت، هيدي المنطقه اللي عملتيه كثير مزبوط انك قسمتيه بالنص. شايفي قصة القميص تبعيتك كتير بتساعد لحتى ما يظهر البطن لقدام. This is one point. بس بالاكسسوارز انا بلبس عقد وما في البس زنار، اكيد الوجه ما شفته لحتى اعرف بالنسبة للرقبة المسافة شو. فبس بقدر بحكي عن العقد، اكيد فيك تلبسي بايديك وفيك تلبسي جزدين حلو. هلا اذا لبستي كروس باك، اذا لبستها من هذا بيجي بيقصم، لانه بيقصم الجسم نص، كمان بيكون تو يور ادفانتج اذا بتلبسي. يعني هيدا في اللي كي بالنسبه لهالصوره. جربوا خذوا صور يكونوا واضحين اكثر، قدر اشوفكم بالوجه اكثر، لانه هيك بصير قاعده عم بتحذر، يعني بصير بعمل هيك كانه راح ارجع اشوفكم. خليكم بالوجه او خذوا صورتين لاشوفكم مثلا عن قريب وعن بعيد، سو ات ويل بي ماتش بيتر. اظبط حتى. اوكي. تاني سؤال عم تسألك، انه هي عمرها 18 سنة وبتتابعك وقتها كانت صغيرة، وبيعجبها كتير حكيك ونصايحك والمواضيع اللي بتحكي عنهم، حابة انه تعطيها نصايح عن الستيل اللي بيناسبها بتيابها وبشعرها والميك اب تبعها. هي طولها متر 61 ووزنها 51. ايوه. وبعدين في صور هي طبيعتهم بس ما بدها انه ينعرضوا. طيب انا رح شوف اذا حطت، عادة بنحط الصور بس ما بنحط الاوجه، بفتكر هيك صار مزبوط. بليز في شوفها صورة شوي اكبر، ايه نشوفها ورا غيدة لا اقدر اعرف. سو هون غطينا وجهها، سو ما تعتلي هم، بس مبين جسمك. مبين الجسم. اول شيء انا كثير بشكرك لانك بتتابعيني وكثير مهضومة. بدك اياني اقول لك شو ستايل، فكرت رح تساليني كمان شو الاكسسوارز، لانه ما بخلي اي اكسسوار مش لابستي. انت تايني وبتيت، في مثل ما شفت انه بالطول وبالوزن في تناسق. هلا الكاجوال ويرز اكيد حلو عليكي، بس في شغله بهون بهدول، اذا بتطلعي بالصوره قسمتي جسمك اربع اجزاء وانت منك بلحه، يعني منك فوق المتر و75. يعني هيدي الشيرت الطويله اول شيء لازم تكون شوي اقصر لحتى ما كتير تقصر لك اجريكي ما عاد فيها المسافه. لون الشوز هاللون الكامل، والبنطلون بلو الكتريك، والقميص بيضة، والفولار اسود. هيدي الغلطه اللي ما لازم تعمليها، ما فيك تلبسي غير لونين. يلي منا ما عندها كتير مدى، جربي ما تكتري بالالوان تضلك مبينه طويله. بس ستيل اللي عم تعمليه كتير كيوت، كتير يونغ اند ترندي، وشعرك
شعرك اسم الله عبي، شعرك كيرلي. انا كل وحده شعرها عبي وكيرلي اذا بدها تفلته لازم يكون في لون تاني بالشعر لحتى ما يبين هالقد كبير وضخم، اوكي؟ فمش يعني انه بدك تصيري بلوند، بس انه بتدخلي شويه الوان لحتى وقتها بتفلشي شعرك ما يبين ماس، مع الشعر الاسود والكيرلي ببين ضخم وكبير، اوكي؟ هلا انت نفسك عم نشوفك هون بالجدوله، اكيد ما عم نشوف الوجه، ايه. انت طلبت انه ما نشوفك، بين انه وجهك بيضاوي وجهك اوفال، دونك وجهك بيلبق له ثلاث ارباع اذا مش كل القصات او الرفعات، والجدوله على جنب حلوه، لون بشرتك مبينه فاتحه، خليكي على الشعر الغامق بس هيك دخلي فيه شوي لحال بدنا نفرده. This is what I can tell you. اوكي. رح عنا بدنا نذكر بس كمان المشاهدين قبل ما نقول السؤال اللي بعده انه فيهم يتصلوا فينا مباشرة على الهواء لطرح اي سؤال بدهم اياه او بيخطر على بالهم. السؤال الثاني عم بتقول انه هي كانت عم بتتابعك اول شيء عم تعيدنا بشهر رمضان لانه شكلها عم بتتابع كانت الاساس بخلال شهر رمضان المبارك واللي هو جولاتك على المناطق اللبنانية، وعم بتقول انه هي الماما تبعيتها بتخيط شغلات كثير حلوة لست البيت، هي من ببنين بعكار، بقى كيف فيها تاخذ معلومات اكثر لحتى تعرف عن هالموضوع. اوكي. كثير انبسطت انا وانا كثير مبسوطه لانه عم بيجيني اتصالات وعم بيبعثوا لي انبوكس وفي كثير صبايا عم بيحكوني ان كان على الانستغرام او ان كان على الفيسبوك. يا صبايا يا حلوين كفوا اتصالاتكم معنا على البيروت هول، ما بعرف اذا شفتوا، فيكم تبعثوا لي واتساب لحتى نتابع معكم. انا اكيد بدي اشوف شو الوالده بتعمل لانه نحن عم نطلب منها نكفي بهالمشروع هيدا. هو مشروع كثير حلو، هو مشروع بيساعد لتطوير الموضة إذا بدك للأجيال الجديدة مع السيدات اللي بيشتغلوا ببيوتهم. أنا هون لحتى ساعدهم، لحتى أعطيهم ووركشوب، لحتى أنا وياهم ننسق كيف بدها تصير الألوان والفابريكس، كيف فينا نعمل أشياء مودرن أكثر. فبليز بليز بليز بعتي لي إنبوكس، بعتي لنا رقمك لحتى شو كيف بدنا نتصل فيكي وبنحكي معك وبنكفي معك إن شاء الله. يلا ان شاء الله. كمان سؤال عم تقول انه هي بتتابعك وسؤالها هو عن المايو هلا مع فصل الصيف. نعم. المايو اون بياس. نعم. هل من الافضل يكون ساده او عليه رسمه لحتى يغطي السمنه؟ وهي عم تقول وزنها 67 كيلو. وزنك 67 كيلو. ايه. مايو اون بياس ساده او عنده رسمه؟ هلا حسب السمنه وين. يعني انا اذا فخاضي ناصحين لازم ما البس لون واحد من فوق لانه ببين فخاد الانصح. اذا كان عندي فخاد ناصحين لازم ضيع يعني النظر، ما خلي الناس تطلع على المطرح اللي انا اخذت فيه وزن. فاذا لبست من فوق مايو وان بيس معرق بيجي النظر على هيدا الوان بيس، ما بعود شوف نصاحة فخادك. اذا انت عندك سمنة على البطن مثلا تنقول بهيدي المنطقة لازم الوان بيس تكون مقصمة، يعني إذا فيها تعريق يكون التعريق مش على البطن، يكون يمكن على جنابة. أفضل يكون كمان انتبهي إذا كان كله لون واحد كمان بتبيني بلوك، مش تفكروا أنه السادة بضعف والمعرق بنصح، حسب وين تجي التعريقة وين بيجي السادة. يعني أنا دايما بقول لي اللي عندها بطن ملين اكيد الام بي اس بيساعدها انه تغطي وتلمسك، بس جربي جيبيه مثلا يكون على جناب لون وبالنص لون صمي، او خلي يكون بالورد، خلي يكون في قصه بالالوان، ما تاخدي وان بلوك. بعدين انه الاسود بضعف، ايه اكيد الاسود بضعف. اذا بس السمنه متواجده بهاي المناطق اللي حيغطيها الوان بيس اكيد جو فور بلاك، بس ما يكون كثير مسكر. وتذكروا انه يلي صدره كثير كبير ما تجر، يعني ما تلبس مايو يكون ستيل المايو اللي بيسبحوا فيه بيعمل كومبيتيشن، يعني مسكر لهون او بيني دوبل. رح ناخذ ليلى من جبيل. صباح الخير ليلى. بونجور. بونجور، تفضلي. لما عم تسمعك. ايه اذا بتريدي بدي اقول لها. تفضلي. انا وجهي ضعيف ولوني ولون بشرتي مش سمرة كتير حنطية. اوكي. ايه نعم، وعمري فوق الخمسين. مثلا شو بدي اعمل لحتى وجهي يبين شوي ناصح وشعري طويل وبضل رفعته؟ عم تعمل كل شيء غلط ليلى. اول شيء بونجور. بونجور.
تاني شيء انت عم تحكينا من اجمل مدينه بلبنان مع احترامي لانه انا غرام جبال. ليلى اكيد اول شيء مع العمر ما بنخلي الشعر غامق، هي واحد. اثنين اذا وجهك رفيع وشعرك كثير مالس وطويل حيبين كمان اطول وحتبيني اضعف وتعبانه. ما رح احكي بالعمر لانه في ناس عمرها 50 وجهها ملان، دونك الوجه ضعيف على كبر لازم اصلا كلنا على كبر ما لازم نخلي الشعر الغامق، لانه الشعر الغامق الواحد وقتها بيطول شعرنا، ما الشعر الابيض هو شعر فاتح. فاذا اوتوماتيكلي تركت حالي امشي مع الطبيعه، يعني انا بدل ما يكون شعري اذا انا خلقه اسود فتت بهالبني فتت بالشتاء ضلني عاطي شيء طبيعي، اذا طلع الشاب اول شيء ما بينقص، يعني مش اسود وشعر ابيض، يا بدك تتركي كل شعرك بلا صبغه. الشعر الوجه النحيف كثير والشعر المالس لعقد الوجه بده يبين تعبان اكثر. هي عم تقول لانه عبد الله عم ترفعه كل الوقت عم يبين كمان ارفع وجهك. ليلى ما تخافي قصي شعرك للكتف دائما، ما تعمليه مالس، بدك تعملي فيه ويفز، يعني اذا عملتي فيه طعجات بتبيني ملين وجهك اكثر. فدائما شعر البالس بيبين الوجه اطول. بدنا نقصره، ما بدنا نغمقه كثير، نعمل فيه شويه حركه بالالوان، وبعدين بحال بدي ارفع شعري، وانا مثلا من نوعي اللي بحب دائما يرفع، خليكي نزلي كم خصله على وجهك هيك ارفعي بهالطريقه. يعني عرفتي بهالطريقه بتبيني اول شيء اصغر، بتبيني عندك صحة أكثر، لأن دائما الوجه ضعيف فكروها صاخر. فليلى يا ريت تبعتي لي صورتك هلا، وبقدر أنا إذا بعتي لي الصورة ومع رقم تليفونك ابعت لك كيف ممكن تعملي شعراتك. وهيدي بطلبها كمان من كل اللي حابين ياخذوا أي نصيحة، بعتوا لي صوركم قد ما في، ببقى بورجي يعني إذا بتقبلوا تطلعوا على الهواء أكيد، اللي ما بدها تطلع لهوا ما في اخدها. ورجوني صورتك كيف انت شعرك هلا وكيف شكلك، ودغري بحط لكم حدا صوره يلي انتم فيكم تعملوا فيها لوك جديد. واكيد مثل ما هيك دائما بنشوف رقم الواتساب الخاص بعالم صباح، بعثوا صوركم على هالارقام، نحن بنرجع بنشوفك بكره ان شاء الله بعالم صباح بعد لحظات مايا بتكون معنا، خليكم معنا.